بالله عليك مشي من الناس تدق الجرس مالهم 20 مرة وما يفتحوا لك، ما أعرف ليش، وين يعني متخبين؟ أوه هود بن قام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يجي ضيف كما تولى واحد ثقيل ومثلك شروي، مليون مره قايل لك ما حد يجي ظهر. حاتم الطائي ذبح خيله لضيفه. زين انا عبد الله ذاك حاتم، انا ما لي علاقه فيه. ويني يمكن عبد الله كي بعد تو ما تو دق ثلاث عاد ثلاث وشي تو يعني حاطين روسنا حاطين عبه عيش وما نايمين يا اخي. زين هين باغ اني اروح انا ما جاني نوم. انت انا بقول لك روح روح رابع من خارج، والله يا ما دخل في تعب. عيب ذاك متربي صح، ما هيقول والله ما موجود ابي صح. عزام بارك الله فيكم، اسمحوا لي والله صحيتكم جايين من مدارس، لكن يا اخي ما عرفت هنا اروح عبد الله قبلت بالدنيا. خل المجلس سير ابوي هناك كلهم يسووا قهاوي ولا كان شيء باقي عيش مع الظهر. جمل بعيد الشر مالك عبد الله كذاك ضيف انا يا اخي، ترى عادي والله العظيم ترى اوقاتك ما حلوه. لا عادي اصارحك ما تزعل. لا ما ازعل بس لا اوقاتك والله لو ما قاصر عليكم ما ادق عليكم بيبان الظهر. ما حلوه كل يوم كلمناك هنا اروح. زين هنا اروح هنا باغي الناس ما مسؤولين عنك. انت وهندية ما حدك ما حد يمتو الناس بتنام تبي ترتاح تصبح نايم وتمسى نايم ولا عليك الحد. ماشي عبد الله باكو عيش مع الظهر مالكم ولا شيء صالو. احنا نسوي بقياس متعلان ونسوي بقياس ما عندكم كي ماشي حاجة كده باكو عاد انتظر وقت العصر معنا وين بير اساسية العصر. العصر عادي عادي قصد العصر مغرب ليل انا ما عندي ما جاي فاضي متفضي.